يا ولد بس اليوم الطقم حريقه والله. الله يسعدك ان شاء الله. والله ترى المشكله اني خفيف، كلمتين تجي في راسي بس بدون طق، بدون كذا اضحك بعيد انا والله العظيم. انت كذا واحد اضحك تطقني بالغرفه شو تسوي فيني وتضع قا قا تطق. هذا صح تحت البث يعني عادي، خليك محترم قدامك.